السلام عليكم. يتم حاليا في ولاية قسنطينة وبالضبط في مدينة قسنطينة إعادة وتجديد التلفريك تاع مدينة قسنطينة، واللي قد حابس لمدة سنين طويلة. الآن المفرح هو أنه العملية تاع التجديد هو راهي متواصلة، وللعلم أنه التلفريك الجديد سوف يكون بمقاييس أقوى ويعني أعلى من التلفريك القادم، وفيه إذن تهيئة كبيرة راهي صايرة للمحطات تاع التلفريك هذه، اللي أظن فيه 3 محطات. إذن أترككم تتبعون هذه الصور من هذه العملية نتاع الإنشاء، يعني تعتبر عملية إنشاء تلفريك جديد في الحقيقة. إذن أترككم تتبعون، والسلام عليكم.